عملت أشيبة ومعلومات خطيرة بتخص بلوكشين شيباريوم. إذا كنت مستثمر بهاي العملة مهم كتير تتابع معي الفيديو للأخير. صديقي، هاي أرباحنا من قناة التليجرام، بتمنى منك تلقي نظرة على القناة لحتى تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. منصة بغير معروفة قامت بمعاملة وحدة شراء ب 149 مليون دولار قطعة من عملة شيبا إينو. بهاي المعاملة رفعت عملية الحرق 700%. شيبا إينو بشهر مارس أحرقوا 6 مليار. أيضا بشيبا إينو بشهر مارس من أكثر العملات اللي تم عليها البحث في أمريكا عن طريق جوجل. حوت واحد يمتلك من عملة الشيبا 99 مليار قطعة. أصبح عدد المعاملات بالبلوكشين شيباريو مليون معاملة في اليوم، يعني شباب ارتفاع هائل. وطبعا صحيح الرسوم ضعيفة، بس لكن بلوكشين شيباريو إلى الآن مسجل نجاح. وطبعا شباب، أنا برأيي مع العملات الميم نفسه ما تغير، أنا ما بفضل المخاطرة إلا بمبلغ جزء بسيط ما يأثر على رأس مالك. أفضل مناطق للدخول بهاي العملة من مناطق 0.40 من 10 إلى 12. عدد كبير من التطبيقات رح يتم بناء على الشيباريوم بالأيام القادمة. صديقي، شيباريوم حل كتير مشكلات من شبكة الإثريوم. وإذا كنت بتفضل أهم أخبار هاي العملة، وإذا كنت حابب تاخد أهم الصفقات الناجحة، وما عليك صديقي اللي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. لا تنسى تفعل زر الجرس، تدعمني بالشرق لحتى يصلك كل جديد.